الجزيرة كلها كوكياج، كلها كوكياج. كانت بلاصتك حلا. إيه شفتها. هذيك بلاصة لها الحجر. هذيك الحجر كيف كان يعلموا جبك تيش قوية. راه هي واحد القلعة تماك ما عرفنا شنو هو التاريخ ديالها. القدام راه كاين واحد الكومبينغ 25 درهم للواحد. ماشي لاطون 25 درهم للواحد الليلة. حنا درنا مع الخطاف دانا ب 130 درهم غير جوج كورسا الي روتور وتسنانا تقريبا شي ساعتين. غادي رجعنا لقرية أركمان ومن قرية أركمان غادي نشوفو الترونسبور كاين حتى الطوبيس النادور سونتر فيل ديال النادور. بالنسبة لهادو دي كوكياج ديوهم معاكم دي سوفونيغ زويونين ومتقوبين يقدروا يتعلقوا في ان كوليه ولا شي حاجه ولا شي خويط زويونين. واعر كاين الكبار كاين الصغار الاكثريه كاملين متقوبين. شو هادي زويونه ولا خياصه جوج بحوره. هي هي دايره بحال شي كوميره. هي طويله البحر ها هو هنا ياك اللي كيشوف مارشيكا وغادي النادور. هذا بحر حتى هو على الجنب الاخر. الا لاحظتوا هذا ما فيهش المواج. الاخر فيه المواج حيت هذا هايج. الا كان هذا هايج وفيه المواج الاخر ما فيهش المواج. شدينا طاكسي من نادور لقرية اركمان ب 10 ديال الدراهم. فاش وصلنا لقرية اركمان كنت غير انا وطاهر وما كاينينش البلايص. ما قدرناش على الطاكسي كورسا. درنا شويه في هذيك القريه لا ربما نلقاو شي واحد يوصلنا ولا شي اوتوستوب. ولكن في الاخر لقينا خطاف دانا ب 130 درهم دانا ورجعنا وتسنانا ساعتين. قرية اركمان من قرية اركمان غادي يركبوا المهندس. كاين غير انا وطاهر جوج لقينا الطاكسيات كورسا ما كاينينش البلايص. الطاكسيات غاليين. المهم حنا دابا غادي عندنا جلينا ربما شي سطيبة ربما شي حاجة. الحاجة اللي فريمون سبيسيال في هذه الجزيرة هو أنها كلها كوكياج. ذاك النهار كان البحر شوية طالع والجو شوية مغيم ولكن واخا هكاك عملنا مزيان. سهلة طالع لا الخطاف ديالنا راه هو كيتسنانا. ها هي المرسيدس ديالو شوف عقلتو عليها ولا لا. راه هي الخضراء هاكا اشتري فاك تخلص 50 درهم خصني نزيدك 80 درهم ياك. رجعنا الخطاف ديالنا لقرية اركمان وشدينا طاكسي ورجعنا للناظور. كان هذا هو الفلوق ديال الشاطئ المهندس او جزيرة المهندس. خفيف ظريف. نتمنى انني نلقاكم في الفلوق الجاي.